صباح الخير يا جزائر. ركن حكاية مكان، هذا الركن الذي يجوب العديد من بلديات ومدن الجزائر يحاور مختصين ومؤرخين لكشف المستور عنهم، يحاورهم الحكواتي طاهر حليس. حكاية مكان هذه الصبيحة سيدي فرج. حكاية مكان تحط رحالها هذا الصباح بسيدي فرج، شبه الجزيرة التي تقع غرب العاصمة، تتميز بساحل رائع الجمال وعديد المركبات السياحية. فما هي حكاية هذا المكان ولماذا سميت هذه المنطقة بسيدي فرج؟ سيدي فرج هو ذلك الولي الصالح الذي كان يعيش أثناء الفترة العثمانية أو المرحلة العثمانية حوالي 4 قرون من قبل. هو ولي صالح كان يعيش رفقة سيدي روش. سيدي روش هو ذو أصول إسبانية، كانت صارت لهم مع بعضهم قصة أو حكاية، هو أنه سيدي فرج لما كان يتأمل في الطبيعة ويعبد الله في من قبل 4 قرون، قام سيدي روش الذي كان قبطان سفينة قراصنة، قام بالقبض على سيدي فرج وجعله يصعد في السفينة تاعو. ولما حاولت السفينة أنها تبحر يعني ما كانتش تتقدم، وبالتالي رجع سيدي روش، يعني قبل أن يسمى سيدي روش، رجع لسيدي فرج وقال له استفسر لي هذا الحالة، يعني كيف يعني أصبحت السفينة لا تبحر. فقال له لقد ارتكبت سيدي إثم، وهو أني أنا ولي صالح ولذلك يجب أن تعيد إنزالي من السفينة، لأنه كان هذاك القبطان يحاول يأخذ سيدي فرج إلى سوق العبيد إلى إسبانيا حتى يبيعه. ثم امتثل يعني الرغبة سيدي فرج وأنزله من السفينة، ثم السفينة أبحرت. ولكن هذه قصة مستوحاة من الخيال، لكن الحقيقة أنه سيدي روش لما تم نقل رفات سيدي فرج وسيدي روش من هذا المكان، يعني كان عندهم ضريحين في مسجد سيدي فرج الذي تم تحطيمه سنة 1847، ولقد تم نقل رفات الرفيقين سيدي فرج وسيدي روش الذي دخل الإسلام وأصبح له اسم سيدي روش. نقل الاثنين في 16 جوان 1847 على ظهر الحيوانات، ونقل إلى غابة زيرالدا أين أعيد دفنهما. سيدي فرج الولي الصالح الذي التف حوله سكان المنطقة كان رجل دين. في هذا المكان اللي احنا رانا موجودين فيه، يعني أمام الحصن هذا وبالأحرى المسرح، مسرح الهواء الطلق لسيدي فرج، في هذا المكان كان موجود مسجد سيدي فرج. عادة ما يقال أنها كانت عبارة عن قبة، لكن في الحقيقة كان مسجد بأتم معنى الكلمة في هذا المكان. هذا المسجد الذي تم تحطيمه سنة 1847 من قبل القوات الفرنسية، وهذا المكان اللي رانا متواجدين فيه كان منذ 4 قرون إلى الخلف كان يدعى توري تشيكا، يعني باللغة الإسبانية لا بيتيت تور أو المنارة الصغيرة. لماذا؟ لأن المسجد قبل أن يحطم سنة 1847 كانت له منارة مدعمة بديكانو. المنارة الصغيرة كان البحارة الإسبان أو القراصنة الإسبان لما يلاحظوا أنهم اقتربوا من هذا المكان أول شيء يشاهدوه هي المنارة الصغيرة، ولذلك كان يدعى المكان توري تشيكا، معناها لا بيتي تور. في العهد العثماني كان هذا الميناء للإسطول الجزائري، وبعد ذلك كان مدخلا للاحتلال الفرنسي للجزائر.
هذا المكان هو عبارة عن مكان اللي دخلت منه القوات الفرنسية صبيحة 14 جوان 1830، يعني الرابعة صباحا لما بدأت القوات المسلحة الفرنسية تنزل على شواطئ سيدي فرج. وهذا المكان بالضبط قام قائد القوات الفرنسية دوبورمون وجنرالاته باحتلال المسجد، حيث أصبح المسجد مكان للنوم وأصبح كذلك عبارة عن مكاتب. ونذكر كذلك بالمناسبة أن انطلاق معركة سيدي سطاوالي التي جرت في 19 جوان 1830 انطلقت من هذا المكان، وكان قائد القوات الفرنسية دوبورمون يقود العمليات المسلحة انطلاقا من هذا المكان. قبل أن يبنى هذا المسرح أو بالأحرى الحصن العسكري الفرنسي سنة 1847، كانت هذا المكان عبارة عن تلة كبيرة، وكان المسجد يعلو هذه التلة. شبه جزيرة سيدي فرج اليوم هي منتجع سياحي من أهم المناطق السياحية بالجزائر، وهي أيضا تتميز ببعدها التاريخي. نسعد دائما بتواصلنا مع القلوب البيضاء الطيبة كقلوبكم مشاهدينا الكرام. مرحبا بمن التحق بنا الآونة.